بيساعد في علاج السالمونيلا عند الحمام والحمى الشديدة وخافض للحرارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وأحسن حال. حابة معلش قبل ما أبدأ الفيديو كده، حابة أعزي عيلة الحاج جابر في الفقيدة المحترمة الخلوقة أم زياد، ربنا يرحمها يا رب، يغفر لها ويصبر أهلها ويصبر ولادها وجوزها وأبوها وأمها وأخواتها. بجد يعني كانت من الناس المحترمة جدا جدا جدا. أقول لكمش أنا بجد ساعة ما سمعت الخبر، يعني عندي بنتي سارة من ساعة ما عرفت وهي مش مبطلة أساسا الكلام عليها، كلام يقطع القلب والله، قلبي وجعني عليها بجد، كأني أعرفها وكأني معشراها، ضحكتها وكلامها وروحها الحلوة. ربنا يا رب يرحمها ويجعل كل اللي عملته ميزان حسنة، ويصبر أهلها يا رب، ويصبر كل حبايبها ومتابعينها، لأن بجد بجد حبايبها كتار قوي قوي يا جماعة. اليوتيوب كله زعلان عليها وكل متابعينها، والناس حتى الناس اللي ما كانتش بتتابعها وشافوا فيديوهاتها ودخلوا عليها، بجد كل الناس حزينة عليها. فيا رب يا رب يجعل دعاء الصالحين من نصيبها يا رب، ويجعلها كده في الفردوس الأعلى. طيب أنا أسفة برضو، أسفة جدا يعني على المقدمة دي، بس ده كان عزاء واجب. ونبدأ مع بعض بقى الفيديو. والنهاردة إن شاء الله جايبة لكم مكون مهم جدا جدا جدا، أول مرة أعمله معاكم في القناة. بس الصراحة أنا كنت بعمله ودايما بعمله عندي للحمام، للبط، للفراخ، لأي طيور عندي بتبقى صغيرة، أي طيور كبيرة. مفيد جدا جدا في حالات الإسهال، مفيد في عسر الهضم، مفيد في موضوع التخصيب للذكورة. يعني بصوا فيه فوائد لا تعد ولا تحصى، من أهم بعتبره من أهم الحاجات بجد للإسهال، بيقضي على الإسهال تماما، بيساعد في علاج السالمونيلا. الناس اللي كانت برضو اشتكت لي الفترة اللي فاتت، جات لي شكاوي كتير جدا جدا من موضوع الإسهال. في ناس بتقول لي عندها الإسهال مبهدل الحمام، درجة إن الحمام بيكش، الحمام بيخس، الحمام عندها بيموت، عندها إسهال أخضر، عندها إسهال أبيض، في إسهالات مائية. طبعا الحاجات دي كلها بتبقى بسبب تغيرات الجو يا جماعة، وفي الفترة دي خلوا بالكم الإسهالات عند ناس كتير مننا هتكتر. طيب إيه اللي أنت هتحطيه للحمام، وإيه اللي بتقولي إن هو مفيد بالشكل ده للحمام وهنحطه بيقضي على الإسهال يعني في 3 أيام؟ إن شاء الله إن شاء الله هيقضي على الإسهال في 3 أيام بس لو عملته زي ما أنا بقول. المكون ده يا جماعة زي ما أنتم شايفين كده، ده قشر الرمان. قشر الرمان من الحاجات الجميلة جدا والمفيدة للحمام، من أفضل الحاجات الطبيعية اللي ممكن نقدمها للحمام بجد، هو قشر الرمان. يعتبر دواء طبيعي للأمراض التنفسية والسعال والرشح والإسهال بأنواعه، بيساعد على الهضم في حالات عسر الهضم. قشر الرمان يا جماعة مفيد جدا جدا في حالات الإسهال بأنواعها، زي ما بقول لكم في الإسهال الأبيض والإسهال الأخضر والإسهال المائي. طبعا بصوا قشر الرمان بيعمل ايه، بيدخل على المعدة، بيخشن جدار المعدة، وبيقضي على اي بكتيريا ضارة في المعدة، البكتيريا طبعا اللي هي بتبقى السبب اساسا في الإسهال، بيقضي عليها قشر الرمان تماما، وبيحارب الديدان اللي بتتكون في معدة الطائر، وبيمنع تراكم الشحوم في جسم الطائر، بيمده طبعا بالنشاط والحيوية، وبيمتص السموم اللي بتبقى في جسم الحمام خاصة وفي جسم الطيور عامة، وبيطرحها ايه للخارج، يعني بيطهر جسم الحمام من اي سموم. بنستخدم كمان قشر الرمان في علاج السالمونيلا، دي بقى المفاجاه بجد، ان هو بيساعد في علاج السالمونيلا عند الحمام والحمى الشديده وخافض للحراره، ومفيد جدا جدا في علاج البرد والانفلونزا طبعا المنتشره في الوقت اللي احنا فيه ده، نتيجه طبعا اختلاف درجات الحراره، شويه برد شويه حر، زي ما بشوفنا الفتره اللي فاتت كان الجو حر ازاي، اليومين دول الجو بقاله يومين كده بيبقى برد. فخلوا بالكم خلوا بالكم، زي ما بقول لكم ما تفتحوش الدنيا خالص كده وتخلوا ايه الحمام والطيور تعيش حياتها، لا افتحوا على الحمام او على الطيور بالراحه واحده واحده يا جماعه، زي ما بقول لكم ما تفتحوش خالص وتصيفوا للطيور بمعنى اصح دلوقتي، ما تفتحوش على الحمام بالطريقه اللي احنا بنفتح بيها للحمام في الصيف الا بعد شم النسيم، يعني مش هنصيف للحمام او للطيور الا بعد شم النسيم، تمام كده؟ يا رب بس يكون كلامي واضح، كل مره بقول لكم الكلام ده في كل فيديو علشان تخلوا بالكم، خلي بالكم بالله عليكم، تمام كده؟ قشر الرمان يا جماعه بيساعد في عمليه الهضم وفك حالات عسر الهضم، يعني لو الحمام عنده عسر هضم لا قدر الله، قشر الرمان مفيد جدا جدا في الحالات دي.
طيب بنستخدمه ازاي او بنعمله ازاي؟ هنجيب قش رمان هنغسله بطريقه كويسه جدا. طبعا انا قش الرمان ده انا منشفاه عندي في البيت، ممكن تجيبوه من عند العطار، وهتغسله كويس جدا جدا. هتغلي الميه، واول ما الميه تبتدي تغلي هتحطوا فيها ايه؟ قش الرمان. هيبتدي اول ما هيبتدي طبعا قش الرمان مع الميه يبتدي في الغليان كده، تروحوا ايه طافيين عليه النار ومغطيينه، تمام كده. طبعا انا بضيف اضافه كويسه جدا من عندي، الليمون. الليمون بجد بجد من الحاجات الجميله جدا، يعتبر مطهر معوي من الدرجه الاولى. الميه دي طبعا انا ما سبتوش لما برد خالص، ما رضيتش احط عليه الليمون وهو سخن عشان ما اقتلش فيتامين سي اللي فيه. انا محتاجه فيتامين سي طبعا في الفتره اللي احنا فيها دي عشان ارفع جهاز المناعه، او ارفع كفاءه جهاز المناعه، وانشط جهاز المناعه علشان يقدر يتصدى لاي مرض جاي داخل على الطيور في الفتره الحرجه الصعبه اللي احنا فيها دي. فضفت الليمون بعد ما كانت الميه دافيه، يعني الميه ما كانتش سخنه قوي، الميه كانت دافيه، فضفت عليها الليمون، عصرت عليها الليمون، وحطيت كمان القشره، لان القشور بتاعت الليمون فيها فوائد عظيمه. تمام، عملت طبعا الموضوع ده وغطيت عليها لحد ما بردت خالص. قدمتها بقى امتى للحمام؟ يفضل نقدمها للحمام الصبح بدري على ريق النوم كده، على الريق، يعني بيبقى الحمام طبعا شايله من قدامه الميه من بالليل، بحيث ان هو يبقى عطشان جدا، زي طبعا ما شفتوه وهو هاجم على الميه، بيهجم على الميه وبيشربها كلها او بيشرب معظم الميه. انا عايز الحمام كله يشرب الميه، فانا زي ما شفتوا هنا طبعا عصرت قش الرمان وعصرت الليمون كويس جدا، وطبعا هبتدي اكمل الجردل كله ميه، لان انا حاطه كتير، يعني قش الرمان كتير مش حاطه قليل، بحيث ان انا هسقي الفراخ وهسقي الحمام، هسقي الطيور كلها اللي عندي، فراخ كتير كبيره صغيره، هسقي كل حاجه موجوده عندي من الخليط العجيب الجميل جدا بجد بجد اللي مليان بالفيتامينات. طبعا قشر الرمان يا جماعه فيه فيتامين سي، فيه فيتامين اي وفيتامين بي. وطبعا اول حاجه هقدمها للطيور او للحمام، طبعا بحط للطيور كلها عامه والحمام خاصه قشر الرمان. طبعا مش بحط له اكل الا لما بيشرب الميه دي، او احس ان الحمام كله شرب من الميه. اول حاجه تنزل معده الحمام او معده الطيور يا جماعه قشر الرمان، علشان يستفاد منه اكبر استفاده. تمام، زي ما قلت لكم قبل كده، زي ما احنا متفقين، الحمام اكتر حاجه بيستفاد منها الحاجه اللي بتخش له على ريق النوم، او الحاجه اول حاجه بتدخل جسم الحمام هي اكتر حاجه بيستفاد منها ايه؟ جسم الحمام. تمام كده. طيب الحمام يعتبر اهو بسم الله ما شاء الله شرب اغلب الميه، طبعا حطيت له اكل بعد ما حسيت ان هو كله شرب وبعد ايه عن الميه، كله حسيت يعني كله شرب، كله كان عطشان زي ما شفته في اول فيديو، فهجم كله على الاكل، حتى نظفت الاوضه وظبطتها بعد ما هو شرب وتمام التمام، نظفت الاوضه وظبطتها، وبعد كده حطيت له ايه بقى؟ حطيت له الاكل، ابتدى بقى ياكل ورجع تاني ايه يشرب من الميه، لان هو طبعا اكل فمحتاج ان هو ايه يشرب ميه. فبسم الله ما شاء الله هو يعتبر خلص الميه كلها. كمان يا جماعه قشر الرمان بيبقى مفيد جدا جدا في الصيف، فوقت ما بتبقى الحراره شديده جدا جدا قشر الرمان بيلطف على جسم الحمام، لان طبعا فيه فيتامين سي بينزل العبء الحراري والجهاد الحراري اللي بيبقى عند الحمام. قشر الرمان كمان فيه حديد، فيه فسفور، فيه كبريت، فيه مواد مفيده جدا جدا للهضم، فيه منجنيز، كل ده ادعى بجد ان احنا نستخدم قشر الرمان بكل اريحيه وبكل طمانينه، وما تخافوش وما تقلقوش، انا عن نفسي مجرباها عند الحمام وعن بجد بيجيب معايا نتائج مبهره. طب هنستخدمه قد ايه في حالات الاسهال؟ هنستخدمه 3 ايام متواصل. تمام كده، ده كان الفايده بتاعه قشر الرمان او المكون اللي كان معانا النهارده، وطبعا بالاضافه الى الليمون، احنا عارفين طبعا فوائد الليمون التي لا تعد ولا تحصى، مطهر معه ومضاد حيوي طبيعي، فيه غني جدا جدا بفيتامين سي اللي بنستخدمه او اللي احنا محتاجينه للطيور عندنا في الصيف وفي الشتاء كمان، ومضاد طبعا للبرد والانفلونزا والرشح وحالات الانفلونزا طبعا ايه بانواعها. تمام كده. طيب ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اسفه لو كنت طولت عليكم، بس بجد الفيديو يستاهل، والمكون بتاع النهارده بجد يستاهل، الكلام كتير عليه قوي، وطبعا مش هيساعوا فيديو او اتنين. طبعا ده كان المختصر المفيد عن قشر الرمان او عن المكون بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش باللايك، ولو مش مشتركين عندي طبعا يشرفني اشتراككم، اشتركوا بالزرار الاحمر اسفل الفيديو اللي هو مكتوب عليه كلمه اشتراك، او سبسكرايب بالاحمر وفعلوا الجرس، فعلوا اول جرس اللي هو جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد انزله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.